عايز بس اروح لنادي الزمالك واسمعكم حاجة مهمة للغاية. بص، عايز اروح الاول لنادي الزمالك بعد ما خلصنا قصة الزلنطحي القذر، وبشكر كل اللي عزاني، وبشكر كل من ارسل لي برقية، وكل من كتب لي على الفيسبوك، وكل من كتب لي رسالة على التليفون، وكل من اتصل بي. ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم. ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان، ويجعلها من الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ارجوكم ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. ربنا يرحمها، ماتت شهيدة، وان شاء الله يحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا يا رب العالمين يا رب العالمين. النهاردة تخيل انت يعني هتضحك لما تموت من الضحك. نروح لنادي الزمالك. بص، امبارح عمل حاجة مصيبة افرجك عليها دلوقتي. بص، مصيبة. قال لهم انتوا عندكم السلام الوطني؟ قالوا له عندنا السلام الوطني، مرتضى منصور. خلاص احنا خلصنا الزلنطحي، نيجي النادي الزمالك ومرتضى منصور. بص، قال لهم ايه في اجتماع الجروبات الوهمي اللي ما حضروش حد؟ قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا عندكم السلام الوطني؟ قالوا له ايوه. طب يا ابني شغل السلام الوطني، يلا يا ابني قولوا. عمل مصيبتين. المصيبه الاولانيه اوريكم حركه، قال لولدي خلي الكاميرا تعمل زوم عليهم عشان قليلين. بص، هتلاقيه نده لواحد قال له خلي الكاميرا تعمل زوم، خلي الكاميرا تعمل زوم. شفتوا انتوا يومين بنقول افضحوهم. بص، اوريك دلوقتي مشهد اللي كان حاضر كلهم 20 30 40 واحد زي ما قال علاء حمام، فعملوا زي خلي الكاميرا تعمل زوم، خلي الكاميرا تعمل زوم، خلي الكاميرا تعمل زوم. وراحوا ادوا الميكروفون لحمار ووراه شويه بهايم، وراحوا قالوا النشيد الوطني غلط. النهارده كل وكلاء انباء العالم واخده هذا المشهد نكته، واخد هذا المشهد نكتة، كل وكلاء أنباء العالم. بص، أنا انفردت بالمشهد ده ونزلته امبارح، عامل مليون مشاهدة، مليون مشاهدة، عامل مليون مشاهدة. بص، عايز افهم حاجة، ايه علاقة الوطنية بالنشيد الوطني؟ يا ما كشفنا جواسيس وكانوا حافظين النشيد الوطني دون ان اشكك او اتهم احد. ايه علاقة الوطنية بالنشيد الوطني؟ ماشي، مش بنعتبر النشيد الوطني هو الوطنية؟ طب الناس تبقى حافظاه. انا حبيت ارد على الحتة دي، بس من المفترض الناس تبقى حافظاه. بص حضرتك، الوطنية وقفت عنده في النشيد الوطني اهو. بص اهو اهو، فهموا كده؟ مع كامل الاحترام، فهموا كده؟ والواد ده بيتكلم اللي بيقول السلام الوطني غلط العبيط ده، هتلاقي واحد جاي من عند المنصة لابس ازرق بيجري، ندهله قال له ايه خلي الكاميرا تعمل زوم، خلي الكاميرا تعمل زوم. ما احنا ايه، افضحوهم، خلي الكاميرا تعمل زوم، خلي الكاميرا تعمل زوم. على كان يظهروا على القناة انهم مجموعات وهم ديك زي ما انت كيفهم، لان الكاميرا مان مش فاهم اللي عايزه مرتضى منصور، ففاتح الكاميرا فظاهرين زي ما انت شايف 20 30 واحد، فهو على كان خاطر حياته كلها في اللعب والميديا وصناعه الاخبار المؤثره على الاخرين. خليها تعمل زوم، خليها تعمل زوم. بص، رغم الالام والاحزان حاجه تضحك، وشر البليه ما يضحك. فاكر انت المثل ده بتاع شر البليه ما يضحك؟ واحنا في قمه الحزن اهو، شر البليه ما يضحك. بص الحته دي ركز فيها، هتلاقي واحد قبل ما يبدا السلام الوطني الغلط اللي قالوه جاي يجري من عند المنصه، شبهه ظاهر كده، شبهه ظاهر عشان يخلي الكاميرا مان يعمل زوم.
يعني فضحينا في التجاوزات وفضحونا في السلام الوطني. اهو شفت حضرتك في كده في الدنيا، واللي كان جاي بيجري ده قلت اقوله لك في الاخر، ده علاء مقلد، وواحد تاني جاي من الناحية التانية عشان يقول للكاميرا اعمل زوم، عشان يقول للكاميرا مان اعمل زوم، اعمل زوم، اعمل زوم يا عم ما تفضحناش، اعمل زوم ما تفضحناش، واخد بالك انت؟ اعمل زوم يا ابني ما تفضحناش، واخد بالك؟ اعمل زوم ما تفضحناش. لكن الحمد لله احنا قاعدين لهم بالمرصاد. الحاجة التانية اللي استوقفتني برضه النهاردة، اللقطة اللي برضه تناولها الكثيرين من الناس، بص، صناعة الكذب حتى النهاية، التقليل من الرموز، ضحكة القرن وكذبة القرن. ايه هي كذبة القرن؟ مع كل الاحترام لمرتضى بيه منصور، مع كل الاحترام لمرتضى بيه منصور اللي مسنده البلد ومحدش يقدر يقول عليك تلت التلاتة كام، كل الاحترام والتقدير ليه، امبارح طلع علينا وقال انه كان احرف لاعب كورة في الجامعة. خلاص احنا هنعمل ايه؟ كل حاجة لازم نصدقها، وإلا القصاص، القصاص، القصاص بكسر الصاد، واخد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بكسر القاف. بص حضرتك أهو، اللي هو عبد المنعم الحاج صديقي العزيز واللي مربينا طبعا أحد رموز الرياضة، كان رئيس الحرس الجامعي بتاعه، قال مرتضى أحرف لاعب كورة، ماشي دي عديها، الخطيب كان يجيب الجوان بالسحر ما ينفعش يعديها، وحسن شحاتة جاب البطولات بالسحر ما ينفعش يعديها، لأنك أنت بره البلد، أنت بتقضي على رموزنا، حتى الثلاث بطولات بتوع أفريقيا اللي بنتفشخر بيهم في العالم طلعهم لنا بالسحر، فقاعد يقضي على كل ما هو جميل، قاعد يقضي على كل ما هو جميل. طب هل ده معقول يا ناس؟ أهو بص حضرتك، زي ما قلت لكم، حملة ممنهجة للقضاء على أي رمز حتى يبقى هو وحده، هو عايز مرتضى منصور يكون وحده. أهو امبارح طلع أحرف لاعب كورة والخطيب بالسحر، ولو أي واحد، لو هو مع الساحر اللي مع الخطيب كان بيجي هداف العالم، هو قال كده. أهو أهو حضرتك أهو. عبدالله من حاج كان قائد الحرس الجامعة ولي عمي، وكان مدرب فريق الكورة في الجامعة، فهذا مرتضى منصور ده كان من أحرف اللعيبة في فريق الجامعة، لكن لما طلع الأول ما شاروا في النيابة. العملية مش معجزة اللي بلعب كورة، باحترام كل لعيبة الكورة وأمتعونا، وأنت محمود الخطيب ياما أنت عارفين لما كان معاك الشيخ اللي جابه في السودان ده، الكرة دي في مكان الجول وصفع الجول وانت مدينة ظهر الجول، ما احنا عارفين القصة. واسألوا سمير محمد علي ما عارف الحاجات دي بتيجي ازاي. خلاص هو في حد الكرة تيجي السبع رجل ازاي تخش جول وحرام؟ ده انا عارف السوداني. ايه المشكلة؟ وغيره وياما معلمين جابوا وفازوا بطولات بدول، ولما السوداني ده قلب عليه محترم طبعا السودان، شعب السودان محترم، شعب محترم، والسحر ده موجود في مصر وفي السودان والمغرب وفي كل البلاد يعني، ولما المعلمين السوداني قلب عليه ما عرفش يدرب فريق. ما احنا مش هنسكت، احنا مش هنسكت، واللي يعتدي علينا هنعتدي عليه ونقول حرب. خلاص بقيت حرب، وفي الاخر يطلع الكابتن فاروق جعفر يقول لك ايه، عايزين مبادره
من الاهلي والزمالك مبادرتي. اقعد ساكت يا كابتن فاروق، على كان خاطر ما زال في سنه احترام ليك. اقعد ساكت. مبادره ايه؟ ده المفروض يسكت، ده اللي المفروض يتحاكم، ده اللي المفروض يتحاسب، ده اللي المفترض اللي بيدمر الرموز. طلع اهداف الخطيب بالسحر، طلع البطولات الافريقيه بتاعتنا بالسحر. اتشوهنا في كل البلد يا جماعه، اتشوهنا في كل العالم. عايزين ايه تاني؟ يعني عايز افهم انتوا عايزين ايه تاني؟ لما طلع الخطيب كل اهدافه سحر اهو، وطلع اسد جهاده كل بطولاته بالسحر اهي، وكل بطولاته بالسحر، وطلع الاستاذ المحترم مرتضى بك منصور اعرف لاعب كوره، لولا انه اختار النيابه كان هيبقى زيه زي ميسي واحسن من الخطيب. طب ردوا انتوا، بلاش ارد انا، حضراتكم ردوا انتوا، ردوا انتوا اللي بيتفرج علينا بره في دولة عربية ولا دولة أجنبية. يجي يقول لك ايه لو مصر مغترب جنبه؟ يا عم ده التلات بطولات بتوعكم اللي كنتوا خوتنا بينا بجون في السهل. يا عمي ده أهداف الخطيب اللي انت خوتنا بيها، طلع مع ساحر سوداني. قتل الرموز وقتل التاريخ وتدمير كل ما هو جميل في مصر في الرياضة أصبح سياسة ممنهجة وتدار بحكمة، مش معمول اعتباطا، تمعمول بحكمة وبتركيز على كان لا يبقى على المشهد إلا، وتبدأ الحياة من وقت ما اتولد هو، وتاريخ الزمالك يكتب من سنة 2014 اللي مسك فيها هو. هذا هو المخطط. عشان كده بقول لك مخطط هضم الأخلاق ملهوش دعوة بالأهلي والزمالك، ده بتاع مصر كلها. زي النهارده عايز ارد على حاجه مهمه جدا جدا جدا، بيقول لك ايه ننتصر للمراه في اللي من اهان الدكتوره شريفه الفار، وعبد الناصر زيدان اهان الدكتوره شريفه الفار. ماشي، بيقول عبد الناصر زيدان اهان الدكتوره شريفه الفار. طيب ماشي، اذا كنت انا قلت كلام او كتبت حاجه فهمت انها على الدكتوره شريف الفار، فانا بعتذر للدكتوره شريف الفار قدام الناس اهو، وبقول لها انا اسف يا دكتوره، لكن انا لا جبت اسمك في حاجه، ولا غلطت في حقك في حاجه، ولا تناولتك بمكروه، وانا راجل صعيدي محترم لا اهين ولا اقلل من قيمه واحده ست، وانت فاضله وبنت شريف الفار، احد من بنى نادي الزمالك عبر التاريخ، واذا كان كلامي فهم انه عليكي انا اسف وحقك عليا. بس انا عايز اسال الاستاذ مرتضى منصور، فين حق الستين اللي انت بهدلتهم في النادي النهري؟ مش دول مراه ولا مش مراه؟ فين حق امهات مصر اللي انت طلعت ميتين سلسفين ابوهم؟ دول مراه ولا مش مراه؟ لا يا عم احنا مش هنقول كده يا عم. يا عم فين حق الناس دي؟ اهو الملف الاسود الثالث للالفاظ بتاعه السيد مرتضى منصور اللي قالها في حق كل امهات مصر. انا دي اهو اعتذرت لشريف الفار اذا كانت فهمتني ان الكلام عليها، رغم ان انا لم اذكرها بمكروه ولم اتحدث عنها كلمه سيئه، واذا فهم كلامي او شيء كتبته على تويتر او على الفيس انه المقصود هي، انا بتاسف ليها. ولكن من يحاسب مرتضى منصور على اهانه المراه بهذا الشكل؟ اهو مين اللي يحاسبه على إهانة المرأة بهذا الشكل؟ استنى اهو، شوف حضرتك، استنى أوريك. فاكر أنت شهاب الدين المحمد اللي هدده؟ عمل الجزء الثالث من الملف الأسود. عمل الجزء الثالث من الملف الأسود، وما كنا ما دمنا إن إحنا بنتكلم عن المرأة، حضرتك وأنت بتعمل لايكات كتير كده بارك الله فيك وبشكرك وبتناضل معانا، تعالى بقى نقول كلمتين قبل ما نروح لموضوع المرأة. بيقولوا لي ايه النهارده؟ والنبي عبد الناصر بلاك نذكر الريس كتير ولا نجيب اسم الريس في جمل مفيده؟ الريس فوق دماغنا، لكن احنا ما بنجيبش اسم سيره الريس، احنا بنرد غيبه الريس. اللي بيجيب سيره الريس مرتضى منصور، اللي بيجيب سيره عباس بكامل مرتضى منصور، اللي بيجيب اسم المشير طنطاوي في الغرف المغلقه مرتضى منصور، اللي بيجيب اسم علي عبد العال بيسنده مجلس النواب معاه مرتضى منصور. مرتضى منصور احنا كل اللي عملناه جبنا اللي بيتقال في الغرف المغلقه وطلعناه للنور. قلنا يا جماعه مين يحاسب الراجل ده على الكلام اللي بيقوله؟ مين يحاسب الراجل ده على انه بيقول انا بسيبني الرئيس؟
من اللي بيحاسب الراجل ده على انه بيقول انا معايا عباس بكامل رئيس المخابرات؟ مين يحاسب الراجل ده على كلامه ان مفيش حد يقدر يعمل له حاجه بما فيهم رئيس الوزراء؟ عايز افهم بس، ادي السؤال اللي انا طرحته. مين يحاسب الراجل اللي طالع وليه حق شريف الفار عجيبه من عبد الناصر زيدان اللي اهان شريف الفار؟ وهروح المجلس القومي للمرأة، ولا هنت الدكتور شريف الفار ولا جبت اسمها بمكروه عايز يعمل اي معارك جانبية. ادي الكلمتين اللي قالهم لغاية ما اجيب لكم اهو. بص حضرتك اهو، ادي اهو، وانا كتبت اهو، كتبت انا لم اسب ولم اخطئ في حق الدكتور شريف الفار، ولا تأخذني لمعارك جانبية يا مرتضى يا منصور. وإن كان فهم كلامي خطأ في بعض ما قلت أو كتبت على الفيس أو على تويتر أو في حلقاتي على الدكتورة شريف الفار بالخطأ، في ألف وحدة شين ألف، وأنا بتكلم على شين ألف اللي في النادي الشهير، شين ألف الحرامية. ما جبت سيرة شريف الفار خالص، دي عضو مجلس إدارة محترم وبنت شريف الفار، عيلة شريف الفار أحد من بنوا نادي الزمالك. بص حضرتك، طيب اهو تعال اهو يا عم اهو اسمع. وانا قلت قبل كده اهو، لو ربنا بيحبكم تحبسوا، لو ربنا بيحبكم تحبسوا. لو تاني انا طالع الاول على الجمهوريه في مجلس النواب، العضو اللي طالع الاول على المجلس كله اكتر اصوات، بقول لكم تاني لو ربنا بيحبكم تتحبسوا، لان مفيش حد هيسيب حق، ده ربنا اللي قال، ولكن في القصاص حياتي انه يوم لا باب. ما بيعرفش يقرا قران طبعا. ما بيعرفش يقرا قران. بقى قصه قول تاني. ما بيعرفش يقرا قران. قول تاني. حق. اهو شوف. اهو. قول تاني. حق هيجي لك لغايه عندك يا دكتور. حد عمل. الدكتوره اللي كانت في الفيديو وهي اللي ماشيه ورايا على طول طلعت مع خالد، قالت ده كذاب. منطقه منصور ما نطقش. وكانت اغاني وطنيه شغاله. وده فيديو متفبرك. ولما في مجلس الاداره مرتضى منصور عايز يقول كلمه فيها جرحه بيقول لي اتفضل اطلع بره يا دكتور. طيب ماشي يا عم، يا ترى يا ترى، ادينا هو بجيب صفحه شهاب الدين المحمد المحترم اهو اهو، يا ترى الدكتور شريف الفار اللي انا ما جبت سيرتها نهائيا انت بتحطها في جمله مفيده ليه؟ اللي انا ما غلطتش فيها خالص. طيب حريرات مصر وحرائر مصر المحترمين اللي انت سبيتهم، اللي انت سبيتهم اهو في الفيديو ده، يا ترى مين اللي هيجيب حقهم ما دمت انت بتتكلم عن الحق؟ اهو حضرتك، يا دمت انت بتتكلم عن الحق اهو اهو، شهاب الدين المحمد اللي انت بتهدده قال مصطفى وخليت حد راح عمل له محضر، يا ترى مين اللي هيجيب حق الناس اللي اهو؟ استنى بجيب لكم الفيديو، عمل فيديو خرافه، فيديو الجزء الثالث من الصندوق الاسود اهو، ادين بجيبه لكم من صفحة شهاب الدين المحمد اهو، اللي بيحاولوا يهكروها وبيحاولوا اهو. بص حضرتك، امك لا، بص كل التحية والتقدير لكل امهات مصر. انت مش بتتكلم عايز تجيب حق الدكتورة شريف الفار من حد ما شتمهاش ولا تجاوزت في حقها؟ طب الناس اللي شتمتهم انت تجيب حقهم ازاي منك؟ امهات مصر المحترمات اللي زي المحترمة الدكتورة شريف الفار اهو، اتفضل أوه. والله لازم تفوق. ده انت المذيعة بتقول لك اشمعنى بتشتم الامهات، فبتتريق بتقول لهم بتقول لها هي اسمعوا يا جماعه على طول بالموضوع عشان ست الحبايب. امك لا، امك يلا، امك يلا، امك يا امك، امك ولا مش امك؟ امك على طول. اللي جاب امي، اللي جاب امك اه بامك، ولا انا هجيب امك، هجيب لك سيدي امك. لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي، واحد قصه ماده بتاع عين شمس. انا مش هسكت، انا كمان غير مسموح يا محمود يا طارق، ممكن اجيب امك انت الان. بقول لك تاني، احنا في كارثه والبلد لازم تفوق، والله لازم تفوق. اقسم بالله امك المعروضه للبيع يالا من ورا ابوك، اصغر مؤلف قانون فترة من عن امك. انت مال امك يالا؟ انت مال امك؟ لا ده امك اللي هتضرب بالشبشب يعيد من الكلب يا جزمه. لا امك اللي تاخد 7000. لا انت عيل مش متربي، واضح ان امك مش عارفه تربيك، ما اعرفش ابوك فين، مش عارفه تربيك. انا قابلت امك يالا عند عم جيد محمود وهي بتعيط، وامه اسالوا السواق بتاعها الواد الاسود اخباره ايه معاه؟ لا بتقلع على امك على طول. طب ما انا ممكن اشتم امك يالا يا سافل يالا يا ابني السافل. عادي هديله بالجهاز واروح امه. لا تسكتي انت وابوك وامك وعيشك. خليه في امك. كده امه بقى هي رمز السليم على طول. يا اللي ما تربيتيش
وسنتك اسود من الطين. وانا بقول لك اهو ضمك يا اللي بص يالا كوميديا والابتزاز. لا كوميديا دي امك يعني برضو تاني الكوميديا دي امك. انا اصل جاي من ايه؟ وانا جاي من مريخ، انا جاي من حواري رود وفرج وشبرا. يا ام انت وامك يا كلب، ها يا كلب. وبقول لامه لم ابنك، هو انت فين دلوقتي؟ طب انت بتتفرج على امك ولا بتتفرج على الملعب؟ انت هي حريرات مصر وشريفات مصر دولة لا يقل قيمة عن المحترمة معالي الدكتورة شريف الفار. مين اللي هيجيب لهم حقهم من المجلس القومي للمرأة ومن الدولة؟ انت بتتكلم عن حق السيدات؟ تسمعوا تاني ولا كفاية يا جماعة؟ تسمعوا تاني؟ 30 دقيقة شاب في الأمهات بس، كلمة أم بس جمعناها في فيديو 30 دقيقة جزء ولسه في أجزاء. تسمعوا تاني؟ حاضر أهو. انت وامك وكيل قلة الادب اللي احنا عايشين فيها. جبت امك بالجزمة القديمة وجبت تاريخك. انت وامك شوف يوم الله يخرب بيتك لبيت امك. احبس امك لغايه ما بالك صح. اي حد يجي ادب بالجزمه هو امه. عرفت بقى ان انا جبت سيدي امك ولسه بيقول لامه ايه؟ بيقول لامه ايه ده؟ سالت امي سودا حظ ام اسد. ايه كفايه كده احتراما للامهات يا جماعه ولا في ايه تاني؟ كفايه كده؟ يا عم يوسف كفايه كده؟ كفايه كده؟ ساعه ساعه اهو التوقيت اهو الجزء ده خاص بسب الامهات بس قدامي ساعه. اعمل ايه بقى؟ موجود على صفحه شهاب الدين المحمد وموجود كامل على صفحه الاعلامي عبد الناصر زيدان. شيروه حضراتكم، شيروه على كان اللي بيسندوه في الدوله يقولوا لنا فين كرامه الام اللي ضاعت، اللي الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي بيقبل ايدها وبيقبل راسها. الام اللي هي ام الشهيد وام الشهيده، الام اللي ربت، الام اللي خلفت، الام اللي عملتنا رجاله. اهو اهو حضرتك اهو زي ما انت شايف، زي ما انت شايف اهو اهو. فالعب غيرها. مش عاجب لكم السيدي بتاع الاخت ملكه والاخت ميسة اللي كانوا في النادي النهري؟ مش عاجبه تاني. فين حقهم دول بقى؟ فين حقهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عندما يكون الكذب صناعه، اوعوا تنسوا الملف اللي انا فتحته معاكم ده، ملف صناعة الكذب لتدمير الامم لا يقل عن تدمير مؤسسات الدولة وجيش الدولة ورمز الدولة. لان اللي بيدمر اخلاق الدولة بصناعة الاخبار الكاذبة النهاردة يقطع يتشندق ويقول لك حقك حق الدكتورة شريفة عجيبه من عبد الناصر زيدان. انا ما عملتش حاجة اصلا مع الدكتورة شريفة، واللي بتكلم عنها شين ألف ملهاش علاقة خالص بالدكتورة شريفة. طب ماشي، انت اخر واحد يتكلم يجيب حق واحدة ست، واعتذرت 3 مرات لقدامكم للدكتورة شريفة اذا كانت فهمتني غلط. انت اخر واحد في الدنيا يتكلم عن الامهات. انت ابكيت كل الامهات. ولو ان هناك منصف، اين نخوة المعتصم؟ خليفة المسلمين المعتصم أقام حروب علشان واحدة مسلمة هانت. الرسول أغار على في أحد غزواته على اليهود بسبب واحدة في السوق، حد عرى لها السوق فاستجارت بالله ثم برسول الله فحرك جيشا لكي يأخذ حقها. عمر بن الخطاب حرك جيوش عكن أم اتثبت وتهانت. ودايما بيقولوا في البلاغة أين نخوة المعتصم وأين نخوة عمر؟ اللي مسندينك ما عندهمش أمهات؟ اللي مسندينك ما عندهمش أمهات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.